اهلا وسهلا بيكم وحلقه جديده من المطبخ. هنبتدي بحلقه النهارده بوصفه حلوه قوي عندنا منها، بس احنا هنعملها بطريقه مختلفه شويه عن طريقتنا. هنعمل النهارده سميت. السميت اللي هنعمله سميت بتاع مدينه القدس، بيسموه هناك كعك، كعك القدس المشهوره جدا مدينه القدس بالسميت ده، وبياكلوه بالزيت والزعتر. حلو قوي، هو مسكر شويه عن اللي عندنا واطرى سنه، بس مش عايزه اقول لكم، سهل جدا وطعمه حلو جدا. هنقول المقادير بتاعتنا. هستعمل نص كيلو دقيق مع 3 معالق كبيره سكر، معلقه ونص صغيرين خميره، 3 معالق زيت، معلقه كبيره لبن بودره، وهستعمل ميه دافيه للعجن، يعني حوالي 3/4 كوبايه او زي ما الدقيق ياخد معاكي. خدي بالك ان كل نوع دقيق بيبقى ليه امتصاص للميه، الدقيق، السميد، كل الحاجات دي بيبقى ليها امتصاص للميه غير بعضها، فعلشان كده بنبتدي بميه قليله وبعد كده بنزود. هدهن وشه بضايه مع معلقه خل، وهحط عليه سمسم. في ناس بتحط عليه زعتر، بس احنا هنعمل عليه سمسم. شكله كمان مختلف عن السميد بتاعنا، بيبقى هو بيضاوي عن السميد بتاعنا. يبقى نص كيلو دقيق مع 3 معالق كبيره سكر، معلقه ونص صغيرين خميره فوريه، 3 معالق زيت، معلقه كبيره لبن باودر، وميه دافيه للعجن حوالي 3/4 كوبايه او زي ما هيطلع معاكي. الوش بتاعه بضايه مع معلقه خل، وهغطيه بالسمسم. نبتدي نشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط اول حاجه الدقيق بتاعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. وهحط معاه الزيت، 3 معالق زيت. يفضل طبعا زيت زيتون، انتوا عارفين ان اهل القدس عندهم زيت الزيتون ده، يعني تقريبا هيشربوه بعد كده كل حاجه بزيت الزيتون. بس لو ما توفرش عندك ممكن تستعملي زيت ذره عادي. وادي الخميره والسكر، هحط عليهم ميه بما يوازي، بسم الله الرحمن الرحيم، نص كوبايه الاول، وبعد كده هزود كل ما احتاجت معايا. طبعا العجانه على الخفيف، وبعد كده بزود على السرعه علشان الدقيق ما يطرش ويغطيني. العجينه بتبقى ناشفه شويه، مش طريه قوي، بس انا عايزه اجيب الجوانب بتاعتها، بصوا، علشان تختلط كلها. العجينه بتبقى ناشفه نوعا ما، بس مش ناشفه قوي زي البسكوت يعني، بس بتبقى انشف من عجينه المعجنات العاديه. بعد ما بعجن العجينه بسيبها تخمر نص ساعه. بعد النص ساعه دي بقطعها واشكلها واسيبها تاني تخمر نص ساعه قبل ما ادخلها الفرن. هنعملها سوا دلوقتي مع بعض وتشوفوا شكلها ازاي. انا بعمل بايدي بس عشان اشوف هي محتاجه ميه قد ايه، لان انا بخاف ازود ميه كتير وفي الاخر، علشان انا ما بعجنش بايدي. لما بتعجني بايدك وانت بتحطي الميه بتبقى الميه انت شايفه ايدك حاسه بملمس العجينه، فعارفه هتحطي ميه قد ايه، لكن بالعجانه العين ممكن تخدعك، فعلشان كده تحطي شويه شويه وتمسكي العجينه تشوفيها هي محتاجه قد ايه ميه علشان ما تتخميش. اهي قربت، اها قربت ان هي تتعجن. اخدت معاكي 3/4 كوبايه، اخدت معاكي كوبايه حسب ما قلنا الدقيق بتاعك. هي عايزه معلقه. بصوا بقى هتلاقي الميه لما ايه تظبط العجينه تبتدي تلم على بعضها. هنشوف ملمسها تاني اهي كده اهو. هتتعجن بسيط بالايد كده اهو، وهتتكور وتتغطى وتتساب في مكان دافي لمده نص ساعه. خلاص احنا طبعا عاملين واحده وسايبينها النص ساعه دي، يا ريت نجيبها يا احمد وناخد دي. ميرسي. اهي بصوا دي، هي دي ما شاء الله، شايفين فرق الحجم ده؟ نفس المقدار احنا عملناه من نص ساعه.
شوفوا الاثنين جنب بعض نفشت ازاي. دي هي دي بتنفش وبتفتح، لونها بيبقى افتح من اللي لسه الخميره ما اتفعلتش معاها. خلاص نبتدي بقى نشتغل بيها. بسم الله كده اهو. عايزه الصينيه هقطعها كور نفس الحجم، انا هعمله مني شويه يعني صغنن شويه. كور اهي كده، ادي الكوره وبعدين مش هلفه بقى، يعني لما اجي اعمله زي السميت مش هلفه، احنا عندنا بيتلف والسميت التركي برضو بيتلف، لكن القدسي او المقدسي ده هوريكم بيعملوه ازاي علشان ما يبقاش فيه فاصل خالص. هناخد اجي اول واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، بصوا اهي كده اهو، وابتدي هخرمها كده اهو، وابتدي اعملها كده اهو عشان ما يبقاش في فاصل هنا في العجينه معايا كده اهو، بيتعمل كده واوسع قد بقى ما انا عايزه حجم. خلاص هتبقى زي الحلقه على بعضها اهي. طبعا بقى بتحاولي تدوريه بعد كده، يعني تلفيه يبقى زي الحبل المدور، بس انا الاول بكبره وبعد كده الف العجينه بتاعته اهي كده في الصينيه، ويبقى بيضاوي، بيبقى بيضاوي. خدوا بالكم ان انا هسيبه يخمر نص ساعه تاني، فهتلاقيه كبر معايا شويه. هنعمل واحده تانيه، بجيب العجينه اللي هي زي الكوره ببططها ومن النص بروح خرمها بصباعي وابتدي اعملها كده علشان تبقى قطعه واحده مش مفصوله. هو بيبقى اكبر من كده شويه بس احنا عاملينه مني كده صغنن، شكله حلو. وبعدين الولاد بيحبوه لان هو مسكر، خدي بالك ان هو فيه 3 معالق سكر كبيره، فالتسكيره اللي فيه دي بتبقى حلوه قوي قوي، فهتلاقيهم حبوا ان هم ياكلوه. وادي الثانيه، هنعمل واحده ثالثه وخلاص. كده اهو اهي، زي ما قلنا احنا السميت عندنا في مصر بنلفه زي الحبل ونقفله على بعض، والتركي نفس الكلام، بس التركي برضو بيبقى صغير زي ده بس مدور وبيبقى انشف شويه، وبيدهنوه وشه طحينه فطعم الطحينه بيبقى باين فيه فبيبقى طعمه حلو. طبعا بصوا هو كل بلد ليها عاداتها وتقاليدها وليها طريقه الاكل بتاعها، بس كلها حاجات حلوه والله، يعني المفروض ان احنا نجرب كل الحاجات دي. ادي بعد كده اهو هنضرب البضايه مع الخل عشان الزفاره. واجي بالفرشه، بسم الله، اروح دهنه وشه انت ممكن تعملي الحكايه دهن الوش دي والسمسم بعد ما يخمر النص ساعه الثانيه. احنا قلنا ان احنا هنحطه في الصينيه ونسيبه يخمر نص ساعه كمان، النص ساعه كمان دي بعدها هدهنه. ليه بقى هدهنه بعد نص ساعه الثانيه؟ لان هو لما يخمر هيكبر هتوسع، فهتلاقي السمسم بعد عن بعضه، وهو المفروض يبقى السمسم فيه كتير كده اهو. واروح حاطه سمسم عليه كده اهو. في ناس زي ما قلت لكم بتحط عليه زعتر، بس هو بيتاكل بزيت وزعتر اصلا، وطبعا ممكن تاكليه مع اي حاجه يعني، بس هو اصوله بيتاكل مع الزيت والزعتر، وهو عليه زعتر هيبقى تو ماتش، فالسمسم لوحده كفايه. يدخل بقى الفرن، بيقعد حوالي ربع ساعه على 180. خدي بالك ان وشه لازم يتحمر، يعني لو الفرن بتاعك ما بيشتغلش من تحت وفوق
دخليه على فرن من تحت عادي، وخدي بالك اول ما يحمر من تحت شغلي له الشوايه، بس الافضل انه يدخل فرن 180 من فوق وتحت، في الاخر بيبقى ذهبي ولونه حلو وطعمه حلو، وبالهنا والشفا انا متاكده انه هيعجبكم في السحور في رمضان ان شاء الله. هنروح دلوقتي الفاصل، نرجع لكم بعد الفاصل، استنونا. رجعنا لكم من جديد. ده شكل السميد اللي عملناه، او هو كعك القدس، ما بيقولوش هناك سميد، بيقولوا عليه كعك. فكعك القدس ده طعمه حلو جدا، وربنا يرزقنا كلنا زياره القدس ان شاء الله. هنعمل دلوقتي سلطه حلوه قوي بالكوسه والمشروم، وهنعمل نوع من الفيتوتشيني، يعني مكرونه فيتوتشيني بالفراخ، وهنشكلها تشكيل حلو قوي كده، شكلها تبقى عامله زي عيش العصفوره، يعني هنعملها دوائر ونحط الحشو جواها زي عيش العصفور. نبتدي بالسلطه الاول. مقادير السلطه بتاعتي نص كيلو كوسه شرايح مقليه، بصوا شرايح رفيعه مقليه في زيت غزير، مجرد كوسه بكحتها بالسكينه واقطعها رفيع واقليها في زيت غزير، وكوبايه مشروم شرايح، مشروم يكون فريش لان انا هحمره، مش هينفع في السلطه دي المشروم ما يكونش فريش، وبصلايه شرايح اوكي، وحبه بتنجان مكعبات مقليه. بصوا ادي البتنجان اهو في وسط الكوسه، هتلاقيها باينه البتنجانات متقطعه مكعبات ومحمره في الزيت، طبعا مش هتبقى بني، تبقى فاتحه كده اهو. الصوص بتاعي 3 علب زبادي، معلقه طحينه، 3 فصوص ثوم، عصير ليمونتين، وهحط على الوش شويه زيت زيتون وبقدونس اوكي. السلطه حلوه، ومن الحاجات اللي لو اتاكل معاها عيش محمص بتبقى وجبه متكامله. انا هحط البصل يتشوح، وهقول المقادير تاني مش ناسيه، بس علشان الوقت بحط البصل دقيقه قبل المشروم. المقادير بتاعتي نص كيلو كوسه شرايح مقليه، كوبايه مشروم شرايح، بصلايه شرايح، حبه بتنجان كبيره مكعبات مقليه، واجي اهو بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، ادي المشروم. قبل كده قلنا المشروم لو اتحمر ما يتغسلش بميه، لان لو اتغسل في ميه هيشرب الميه ويبخ لك بقى الميه كلها وانت بتحمريه، فيتحمر بعد عذاب. المشروم لو هتحمريه امسحيه بكلينكس او بفوطه نظيفه، شيلي كل التراب لو عليه تراب يعني شيليه من عليه، لكن لو انت هتطبخيه في صوص او في اكل عادي من غير تحمير عادي اغسلوه ما فيهوش اي مشكله. خلاص الصوص بتاعي 3 علب زبادي، معلقه طحينه، 3 فصوص ثوم، عصير ليمونتين، وهحط على الوش زيت زيتون وبقدونس. بصوا مدام هاله، صباح الخير مدام ايه. صباح النور يا قمر، ازيك؟ تسلم ايدك. وايدك يا حبيبتي، ميرسي ليكي. انت عارفه مدام ايه، انت حسستينا ان انت اخت حبيبه لينا. الله يخليكي. في بيوتنا كلنا. ده من ذوقك والله، تسلمي لي يا رب. ربنا يخليك. الله يخليك. مدام ايه كنت عايزه اسال حضرتك على حاجتين. عينيا. الماسك اللي حضرتك قلتي عليه امبارح، قلتي معلقتين عسل وخمس معالق زيت زيتون. بالظبط. العسل معالق صغيره هو وزيت الزيتون؟ لا معالق كبيره. معالق كبيره، ما بصي حسب طول شعرك، لو شعرك طويل لازم هتبقى المعالق الكبيره طبعا، لو الشعر قصير المعالق الصغيره هتكفي، ولو هستعمل معالق كبيره تبقى المزايا كبيره، لو هستعمل معالق صغيره المزايا صغيره، حسب طول وتقل الشعر، ما مش كل شعر زي التاني. طب في حاجه ثانيه بعد كده، عينيا، الكحك الفلسطيني اللي هو محشي بالعجوه، الكحك بتاع العيد اللي هو المعمول، لا مش معمول، هو كحك مدور زي الاساور، عارفاه ده جميل اللي بيبقى فيه شمر وينسون، عارفاه بالظبط حضرتك، عارفاه. عايزين حضرتك تبقي تعمليه لنا مره. عينيا اعمله لكم ان شاء الله. احنا عملناه العيد اللي فات على فكره، لما استضفنا، لما جبت اصحابي وكان في واحده فلسطينيه عملته رائع، هعمله لك ان شاء الله من عينيا الاثنين. ادي كده اهو، هجيب بقى الطبق اللي انا هغرف فيه السلطه بتاعتي، او نحطها في بوله احسن عشان ما نوسخش الطبق. هحط اول حاجه ادي الكوسه والبتنجان، دول اتحمروا بزيت غزير سريعا كده اهو بيتحمروا، بعد كده البصل والمشروم طبعا مش بزيت غزير، بيتعملوا بشويه زيت زيتون صغننين كده بيتحطوا
على بعض. بعد كده هعمل لها الدريسنج بتاعها بقى. بقول لكم على العيش المحمص دي فظيعه، حلوه حلوه. انا عايزه احط عليها شويه ملح مع الدريسنج، نعمل الصوص بتاعنا. هاجي هحط الطحينه، معلقه طحينه كبيره. بخصوص الماسك اللي قلناه امبارح، لازم يتضرب كويس جدا، ما يبقاش فيه اي تكتلات، علشان لو الموز فيه تكتلات هتلاقيه لزق في الشعر، فهيبقى طلوعه منه مشكله. لكن لما بيتعمل ناعم جدا، بيوري ناعم جدا، هتلاقي ان هو سلس معاكي وازالته سهله جدا. بعد كده ميه دافيه طبعا مع شامبو، وهتدعوا لي والله عليه كده اهو، وملح. ورشة ملح طبعا على الخضار، لان ما عليهاش ملح خالص كده اهو. انا ما خدتش بالي لك عددهم. احمد مجهز والله، يعني ما شاء الله عليه ما بينساش حاجه كده اهو. بنقلب الطحينه كويس عشان تدوب في الزبادي. كده اهو، زي ما قلت لك انت ممكن تقطعي رغيف باجيت اللي هو العيش الفرنساوي، تقطعيه بالورب وتحمصيه. ممكن عيش بلدي محمص، اي عيش محمص، بس يكون مقرمش كده جنبها، بيبقى طعمه حلو. وبعد كده هنغرفها في الطبق بتاعها اللي هنغرفها فيه. اقلبها كويس. ميرسي يا احمد. هنغرفها في الطبق اللي هنغرفها فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. واعمل هنا زي جاب كده، يعني فتحه كده او مسافه عشان الزيت. وهحط شويه زيت زيتون. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو. وبعدين هنزوها بقى بالبقدونس، شوية بقدونس كده اهو، بحيث يبقى ايه شكلها حلو. داير ما يدورها كده، نحط البقدونس. دي سلطة كوسة ومشروم مقليين، جربوها بقى وقولوا لي رأيكم ايه. ممكن كمان بقى الأحلى بقى، اللي بيحب الحراقة زي حالاتي كده بقى، يحط له قرن فلفل حراقة فيها، يا سلام تبقى مية مية. هنعمل دلوقتي ايه الفيتوتشيني، دوائر الفيتوتشيني. دي السلطه اه، ادي كوسه، سلطه الكوسه مية مية. هنعمل الدوائر الفيتوتشيني. هنقول المقادير بتاعتنا. هنستعمل كيس فيتوتشيني. فيتوتشيني ايه الفيتوتشيني؟ المكرونه اللي زي السباجيتي بس مبططه، مكرونه طويله مبططه، دي اسمها فيتوتشيني، اللي هي زي السباجيتي بس مبططه. خلاص. هنستعمل، هنحط هنا السلطه. هنستعمل كيس منها مسلوقه، وهستعمل اربع صدور فراخ متقطعه صغير، اربع فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبتين فلفل رومي مفرومين، بصلايه كبيره مفرومه، كوبايتين كريمه، وكوبايه مشروم شرايح صغيره، وهستعمل ملح وفلفل اسود ورشه بهارات ايطاليه ما عنديش، هستعمل اوريجانو، وهستعمل نص باكو شوربه كريمه مجففه، وهستعمل موتزاريلا للوش. اول حاجه بعملها، هنعيد المقادير تاني، هعيد المقادير. حاضر. يبقى كيس مكرونه فيتوتشيني، كيس مكرونه فيتوتشيني هحطه. بس بصوا احنا، انا هعمل ايه قبل ما اعيد المقادير؟ دي الكريمه، بسم الله الرحمن الرحيم، على البارد بقى. وقبل ما تسخن هدوب فيها شوربه المشروم المجففه. او شوربه، اي شوربه كريمه، كريمه فراخ، كريمه مشروم، اي حاجه بتدي فليب، واحطها على النار عشان تغلي. خلاص. اجي بقى هنا اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. اجي البصل. انا هستعمل اربع صدور فراخ متقطعه قطع متوسطه، وهستعمل اربع فصوص ثوم، قرن فلفل حراق، حبتين فلفل رومي، بصلايه مفرومه، كوبايتين كريمه، كوبايه مشروم شرايح صغيره،
هستعمل ملح وفلفل اسود طبعا، وهستعمل بهارات ايطاليه، ما عنديش، هحط اوريجانو، هحط زعتر، اصل البهارات الايطاليه يعني عباره عن اوريجانو وزعتر عادي وروزماري وبقدونس مجفف، هي دي البهارات الايطاليه. وهستعمل نص باكو شوربه مجففه، شوربه كريمه مجففه، نص باكو بس مش باكو كله علشان ما تبقاش الصوص بتاعي سميك جدا. وهستعمل موتزاريلا للوش. ادي الفلفل الحراق، يبقى انا حطيت البصل، حطيت الفلفل الرومي، هحط بقى الفراخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الفراخ هقلبها، هي عايزه معلقه زيت كمان عشان الفراخ تنزل ميتها. وهحط عليها بقى الثوم والبهارات الايطاليه، وادي الثوم. الثوم انا حاطاه، خدوا بالكم اهو، في الاخر بعد الفراخ مش من الاول، عشان الثوم يعني ما يبقاش طعمه نايل بس يبقى طعمه برده، مش عايزاه محمر، عايزاه يبقى مايلد كده في النص. دي على ما الكريمه تغلي ودي تتحمر شويه بحيث الفراخ تستوي كويس. خدوا بالكم انها هتخش الفرن، فممكن تكمل تسويها في الفرن. انا هحط لها بس ملح، هبتدي ارص المكرونه، هحط بس الملح، مش هحط ملح على الكريمه لان الشوربه فيها ملحها، ما ينفعش احط، والملح هنا يكون قليل جدا لان برده الشوربه دي مالحه، فما ينفعش ان الدنيا تبقى كلها على بعضها كده زي المش. فادي رشه ملح، ممكن احط معاها نقطه ميه عشان نخلص بسرعه بحيث ايه تستوي بسرعه. هجيب البايركس او الطبق اللي هرص فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. واجي اعمل ايه، هاخدها بالطول كده واعملها دايره زي العشه، اوكي. وبعد كده هاجي اعمل اللي بعد، احنا ممكن نقلبها بس دي ودي يا احمد عشان ايه ما تلسعش. اجي اعمل دايره ثانيه كده اهي، زي عيش العصفوره كده اهي، دايره، مجرد شكل حلو يعني. طبعا انت لو مالكيش مزاج تعملي كده او مش فاضيه، خلاص هتحطي، هتغرفي المكرونه على الصوص بس يعني، كديكوريشن حلو وشكل حلو. يا ام احمد، ازيك يا مدام ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ لو سمحتي يا مدام ايه، انا كنت عايزه اعرف بس من حضرتك وصفه الشعر اللي قلتيها امبارح. من عينيا الاثنين هقولها لك، واحده قبل ما اروح للتلفزيون. اوكي، من عينيا الاثنين. باي باي. كده اهو، كده اهي، وهعمل ادي الكريمه غليت خلاص كده اهو. بصوا تخنت ازاي، الشوربه تقلتها، فكده كفايه. ودي خلاص على الاخر، على ما ارص اخر الطبق هيكون ايه، خلصت اهي. انا ممكن ابتدي بشويه صغيرين بعد كده اكبر، عشان كده لما اجي اسلق المكرونه ما اكسرهاش، اخليها بالطول بتاعها عشان تلف معايا. اهي، وبعدين فاضل اخر واحده. طبعا انت الباقي ده ما ترموش، انت ممكن تكبري بقيه الاعشاش يعني، هيبقى عندك وقت براحتك في البيت انك تكبريها، بس انا علشان بجري عشان الحلقه ما تخلصش عليا، فكده بالنسبه لي كفايه خلاص. اخر حاجه هحطها المشروم، مشروم اهو، ده خلطه الفراخ اللي انا هحطها على المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. هاجي بقى في وسط كل عيش اروح حاطه
كده اهو، بس انا المعلقه العاديه هتبقى اسهل لي. عايزين معلقه لو سمحت. اهي واحده اهي اهو، بصوا كده اهو، هحط في كل عشه خلطه من الفراخ دي اللي انا عاملاها بالفلفل والبصل والثوم، فلفل حراق، حاطه لها زي ما قلنا بهارات ايطاليه، ما عندكيش حطي زعتر، حطي فلفل اسود، اي بهارات، بس خدوا بالكم ان الفراخ ما بتحبش البهارات العاديه اللي هي البهارات، خلطه البهارات العاديه بتاعتنا ما بتبقاش حلوه مع الفراخ، دايما الاوريجانو والزعتر والحاجات دي بتبقى احلى مع الفراخ، طعمها بيمشي اكتر، وخصوصا ان في وايت صوص، يعني الصوص الابيض ده مش هينفع مع البهار العادي، مش هيبقى حلو يعني كده. وادي اخر عشه اهو، دول بقى بقيه الشويه دول مع بقيه شويه المكرونه دول يتعملوا في طبق عادي. شكلها حلو لسه لما تحط لها الصوص بقى والجبنه وتدخل الفرن، يا عيني. احنا سميناها دوائر فيتوتشيني، في ناس بتسميها عشاش الفيتوتشيني لانها عامله زي عشه العصفوره، فهي اللوجيك ان اعشاش هتبقى احلى عليها، بس هم لما سمعوا في الكنترول الاسم استغربوه فقالوا لي غيريها. علشان كده خليتها دوائر. مين اللي قال كده؟ مش عارفه، ايه اسالني انت يا مجدي. مين اللي قال الاسم غريب؟ هم عشان ما تخيلوش شكلها بس في الاخر، فعشان كده قالوا ايه اعشاش دي بالظبط. كده اهو بصوا. كده اهو، وهنخلي شويه شويه الفاضلين اللي هنعملهم عادي، هنحط بقى ايه، بصوا هو بس انا عايزه اغطي المكرونه اغلبها بالصوص علشان ما تبقاش ناشفه، وهدخلها شويه الفرن بحيث الموتزاريلا تسيح. كده اهو شكلها حلو وطعمها فظيع كده اهو، وشكلها على السفره بيبقى حلو قوي، يعني مختلف بقى عن العادي. بس اهي كده اهو، ادي عملنا اعشاش الفيتوتشيني او دوائر الفيتوتشيني زي ما انتوا عايزين سموها، هندخلها الفرن لغايه لما الجبنه ما تسيح والصوص يعمل بابلز كده ويبقلل، وبنطلعها نقدمها. مين؟ منتصر، منتصر، الو، عايزه التليفون قطع، مش مشكله كلمنا تاني، احنا هنروح لفاصل دلوقتي ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا. رجعنا من جديد، دي المكرونه الفيتوتشيني اللي عاملينها زي عيش العصفوره، اعشاش فيتوتشيني اهي، شوفوا شكلها حلو قوي، ودي العاديه اللي فاضل شويه حطيناها اهو في طبق جنبها بالطريقه العاديه اللي هي الصوص على الفراخ على المكرونه، طعمها حلو وشكلها عادي، طبعا الشكل بيفرق. شايفين بقى الجمال الشكل حلو ازاي؟ الجنبها العاديه ممكن نعمل مقارنه. شفتوا بقى؟ هنعمل دلوقتي الحلو بتاع النهارده. اوكي نشوف العاديه. شفتوا حلوه، بس التانيه احلى اكيد طبعا، يعني العين بتاكل يا جماعه. تارت البلح، هنعمل تارت بالبلح، تارت بطريقه سهله جدا بالبسكوت، بس اختاري بسكوت قمح كامل، ليه؟ طعمه احلى كتير في الوصفه دي. يبقى المقادير بتاعتي هتبقى ايه؟ باكل نص بسكوت قمح كامل، في منه مصري تلت التمن، المصري تلت التمن وبيدي نفس النتيجة. باكو نص سوري بسكوت قمح كامل، 3 معالق كبيرة زبدة، علبة حليب مكثف،
معلقتين قشطه، كوبايه تمر منزوع النوى. انا قبل كده وريتكم التمر اللي بستعمله، نوع البلح اللي بستعمله اللي بيبقى فيه على الباكج فيه كده زي سايل بسيط فيه، لانه بيبقى طري جدا ملزق شويه كده وطعمه فظيع، سواء في العجوه في الحشو في اي حاجه بستعمله رائع. وهستعمل ربع كوبايه عنجان المجروش، يبقى من تاني باكل نص بسكوت قمح كامل، 3 معالق كبيره زبده، علبه حليب مكثف، معلقتين قشطه، كوبايه تمر منزوع النوى، ربع كوبايه عنجان المجروش. اول حاجه بعمل ايه؟ باجي على البسكوت، بصوا ادي بسكوت القمح، بصوا بيبقى شكله كده اكيد كلنا عارفينه طبعا اهي، فبيبقى طعمه لان هو معمول بالرده بتاعته القمحه كامله مع طعم التمر واللبن المكثف فظيع. بنطحنه في الكبه، بروح حطاه، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا اي حاجه بنحطها في الكبه لازم تتكسر او تتقطع في اي خلاط لانها بتبقى اسهل، يعني حتى لما اجي اعمل عصير طماطم كل ما اقطع الحاجه صغير اكتر كل ما كانت احسن، لان لما بتبقى الحتت كبيره بيبقى جهد على الخلاط، فالخلاط بيبقى عمره قليل معاكي، ما بيعيش معاكي زي ما تكسري حاجه او تقطعيها قبل ما تستعملي الخلاط. فخدي بالك دايما من الحكايه دي، ما تحطيش الحاجه لان انت بتجهديه زياده عن اللزوم. وبعدين ما نملهوش برده كتير علشان برده ما نجهدش الموتور بتاعه. فشوفوا كده بتبقى اسهل كتير في ضربها. انا بقى عايزه اعمل ايه؟ عايزه اضرب الزبده معاه. انا طحنته الاول بطحنه، ما تجيش تحطي الزبده معاه من الاول، ليه؟ هيطحن وكل حاجه ويختلط بالزبده، بس هلاقي فيه حتت مكلكعه شويه، فانا مش عايزه الحتت المكلكعه، اطحنه الاول وازود له الزبده الطريه، وايه؟ اطحنهم مع بعض. كده اهو هروح حطاه، بسم الله الرحمن الرحيم، عندي هنا. ممكن اطحن الباقي كمان شويه الفاضلين واحطهم. منتصر ده استاذ منتصر ولا منتصر صغير ولا مين؟ منتصر اهلا بك استاذ منتصر. الو الو، ازيك يا سيسه؟ اهلا وسهلا، زي حضرتك؟ الله يخليك، احنا كنا طالبين منك الاسبوع اللي فات كيفية تحضير الرقاق الطري. النهارده هعمله، هقول لك ان شاء الله الطريقه بتاعت الرقاق الطري، هقوله لكم كمان طريقته واعمله بالكبده، تحفه من عينيا الاثنين. ادي طحنته كله، بعدين بعمل ايه؟ بقلبهم مع بعضه علشان طبعا الزبده تختلط بيهم كلهم. انا ممكن ابعد لك كده عشان تبان. انا عارفه كده اهو، كده كده. وبعدين هجيب نقطتين ميه سخنه من الكتل، مش مشكلة، هنحطهم اهي. حتة دي ميرسي. المية السخنة دي هتخليه يمسك في بعضه كويس قوي. خلاص اهو كده اهو، يعني مثلا معلقتين مية مش اكتر. ممكن تحطي عصير دافي زي ما انت عايز، بس هي المية كافية يعني. كده اهو، واروح عاملاه كده. اتك عليه، انا مش هعمل له ايدج، مش هعمل له حرف. عايزه تعملي له حرف اوكي، بس انا هعمله من غير حرف.
بضغط عليه علشان يمسك في بعضه. ممكن كمان تدخليه التلاجة 10 دقايق هيمسك اكتر في بعضه. وبعد كده اهو باجي اعمل ايه، برص عليه البلح او اللي هو التمر الطري اللي انا شايله النواه بتاعته. اروح جايبه كده ورش عليه، فرد عليه التمر كده اهو اهي كده اهو. بصوا كده هيبقى اسهل عشان ما يلزقش. ارصه بشكل دائري بالظبط. ناس عندها نحافه اكيد. ده لسه في قشطه وفي لبن مكثف كده اهو اهو. اهم حاجه ان انا اكون شايله البذر كويس عشان ما اجيش واحده في بق حد تعمل له مشكله في اسنانه، دي بتبقى نقطه مهمه. مش للدرجه دي. كده اهو. انتوا ممكن انت كمان تعملوا له صوص كراميل بدل اللبن المكثف، مش مع اللبن المكثف والا هيبقى دمار بقى. بدل اللبن المكثف يتعمل له صوص كراميل. كده اهو اهو. عايزين نحطه كله علشان اقول لكم. ممكن يا احمد تيجي تكمل لنا عشان الوقت؟ معلش تعالى انت كمل دول علشان انا اعمل بقيه الوصفه. بصوا مش يا ايمان، ايمان الو الو الو. ايوه حبيبتي ازيك؟ الحمد لله حبيبه قلبي. ازيك؟ ميرسي قوي على الحاجات الحلوه اللي انت بتقدميها لنا. الله يخليكي يا قمر. كنت بس عايزه منك ضروري، انا عايزه طريقه حلوه للتوميه تكون زي اللي بناكلها من بره. عينيا، احنا عملناها مره قبل كده اللي هي عملناها بالميه والنشا والليمون. هقولها لك النهارده ان شاء الله باذن الله، يفضل معانا وقت واقول لك عليها باذن الله. هاجي احط القشطه، بس انا عايزه حاجه اكبر. انا ليه بحط قشطه مع لبن مكثف؟ عشان اقلل السكر شويه. يعني انت ممكن تستغني عنها، ممكن ما تحطيهاش، بس بيبقى مسكر قوي التمر مع اللبن المكثف صعب. وعلشان كده برضو بقول لكم استعملوا بسكوت القمح الكامل لان هو سكره قليل يعادل الموضوع شويه. وعلشان كده برضو هحط عين جمل لان عين الجمل برضو بيكسر حده الطعم شويه. كده اهو هضرب القشطه. ممكن تحطي ساور كريم اللي هي القشطه الحامضيه، ممكن تحطي شويه كريمه، بس الكريمه هتخليه مرق شويه كده اهو. بصوا بنشيل طبعا قدر الامكان اي كراكيع للقشطه. ميرسي يا احمد. وبعد كده اهو احط عين الجمل، اكون مكسراها مش كبير. فاكرين تارت اللي عملناه بالعين الجمل والكراميل؟ برضو كان فظيع، بس كان الكراميل بقى بيبقى ملزق كده بيمط عليه. ده برضو التلزيع من شكل تاني بقى اهو. ام عبد الرحمن. ايوه اوكي. ام عبد الرحمن. ايوه ايوه حبيبتي. ازيك؟ الحمد لله كويس. عينيا ليكي. عايزين خلطه التمر. خلطه التمر الطريقه بتاعت دي اللي بعملها من عينيا. من هنا يا حبيبتي كده اهو اهو. واروح بقى حط عليه اللبن المكثف بالراحه كده اهو علشان ينزل لتحت ويبقى التمر برده باين. انا مش عايزه اغطيه تماما ما يبقاش باين ان ده طرت بلح بقى ولا حاجه، لا. فانا هعمله كده اهو بحيث طبقه خفيفه مش تقيله علشان البلح يبان منها. وانا بعمل الطبقه دي. ممكن تطلع ماجدي لو عايز تطلع فاصل، ممكن نطلع فاصل على ما نعملها. بس بصوا هو اصلا شكله بيبقى ازاي فظيع. الناس اللي بتحب التمر فظيع. هنروح لفاصل ونرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.
رجعنا من جديد. ده تارت البلح اللي عملناه معاه عين جمل، مكسرينه كده هو مجروش مع البلح واللبن المكثف والقشطه. هاي كالوريز على راي مجدي، بس هو مش عايز اقول لكم طعمه ايه، نصيحه يعني جربوه انتوا هتعرفوا. الطلب مننا ايه بقى؟ الطلب مننا التوميه، توميه كوبايه ميه بتدوبي فيها ثلاث معالق كبيره نشا، كوبايه ميه صغيره يعني نقول لو بال 250 تلات ارباع كوبايه ميه مع ثلاث معالق كبيره نشا، بتقلبوا على النار لغايه لما يغلوا، هزود لها اربع فصوص ثوم وهزود لها عصير ليمونتين واضربهم كلهم في الخلاط الميكسر الصغنن. بعدين وانا بضرب انزل عليهم حوالي نص كوبايه او ثلث كوبايه زيت زيتون بالتدريج بالراحه، نقطه نقطه زي ما بعمل مايونيز كده، وهتلاقيهم نفشوا مع بعض وبقت احلى توميه ممكن تاكليها. ايه تاني طلب مننا؟ الرقاق، الرقاق الطري. بصوا انا بعمل رقاق طري بالكبده، بعمله بالكبده المعصجه، بعصج الكبد والكلاوي زي اللحمه المعصجه بالظبط، بعملها ببصل يعني الكيلو بتاع الكبد والكلاوي بحط له اربع بصلات ومفرومين خشن، وبحط لهم معلقتين بهارات مشكله، معلقه فلفل اسود وملح، وبعصجهم مع بعض. بعدين بجيب الرقاق الطري ابله في الشوربه وافرده واروح حط عليه الكبده صف واحد كده والفه عليها زي سويس رول. خلاص يبقى انا الرقاق بحطه في الشوربه ابله كويس، الشوربه يا ريت تكون سخنه وشيليها بالمقصوصه بقى عشان تستحملي ما تلسعيش ايديكي، وبعدين لفيه على الكبده زي الايه السويس رول. طبعا بندهن الرقاق سمنه، يعني انت تحطيه في الشوربه تطلعيه تدهنيه سمنه، تحطي عليه الكبد والكلاوي وتلفيه سويس رول وترصي اتنين او تلاته في الصينيه، تدهني وشهم بسمنه وتسقسعي عليهم شويه شوربه صغننين علشان ما ينشفش معاكي في الفرن، يا اما تغطيه لغايه لما يستوي وبعد كده تكشفيه وشه يتحمر، لكن ما تدخليهوش كده اهو لوحده الفرن، يا اما تسقسعيه بشويه شوربه يعني مثلا ربع كوبايه شوربه يترموا كده عليه ويخش الفرن مكشوف، يا اما تغطيه لغايه لما يستوي قوي وتفتحي وشه علشان وشه يتحمر. مدام هيام. مدام ايه؟ ازيك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبه قلبي؟ الحمد لله يا قمر كله تمام. دايما متالقه ومنوره يا مدام ايه. الله يخليك يا حبيبتي، تسلمي يا رب. ربنا يخليك يا حبيبه قلبي. كل سنه وانت طيبه. انت طيبه. يا ريتك ما تنسينيش بس. لا مش هقولها لك حالا، وانا وانا فاكره. بس مش هقول اكتر من كده. لا 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 بصي الله يخليكي. انا بحبك جدا جدا جدا. الله يخليكي. انا عارفه. بصي هقول لك على اسهل طريقه للايس كريم. ربنا يخليكي. انت بتحبي ايه؟ انا بعمل ايس كريم وبعمل، بس عايزه اشوف طريقه حضرتك. انا بعمل. بصي انا هقول لك على ايس كريم سهل، ما فيش اسهل من كده. ميرسي يا حبيبتي، سلم ايدك يا حبيبتي. الله يخليكي. اول سلامي يا حبيبه قلبي. احنا الاسبوع الجاي هنعمل ان شاء الله ايس كريم سهل جدا بس مش دايت. اسهل ايس كريم تعمليه لو انت بتعملي دايت، هتجيبي علبه لبن مكثف لايت اللي هي سعراتها قليله خلاص، وهتضربيها في الخلاط مع معلقه زبادي، وهتحطي معاهم مثلا لو انت بتحبي النسكافيه معلقه نسكافيه، لو انت بتحبي الفراوله اي نوع فاكهه هتحطي نص كوبايه من بيوري الفاكهه اللي انت بتحبيها وشويه فانيليا، وتضربيهم في الخلاط وتحطيهم في الفريزر، ولا محتاجين مكنه ولا محتاجين يتقلبوا كل شويه، وبيطلع ايس كريم يجنن، خصوصا لو عملتيه بنسكافيه مثلا وحطيتي فيه شويه عين جمل او شويه سوداني يا ستي. إيه بيطلع يجنن، حلو جدا جدا، مفيش احلى من كده. ايه تاني مطلوب مننا النهارده؟ الماسك بتاع الشعر. ماسك الشعر بتجيبي موزايه حلوه كده محترمه تكون طريه، يعني تكون مستويه، كل ما تبقى مستويه كل ما كانت احسن، لان البوتاسيوم بتركز فيها. وبتضربيها في الخلاط مع معلقتين كبار عسل وخمس معالق زيت زيتون، تضربيهم لغايه لما ينعموا تماما، ما يبقاش فيها اي تكتلات علشان ما تلزقش في شعرك التكتلات دي، يبقى بيوري ناعم خالص. تغسلي شعرك وتنشفيه كويس جدا بالفوطه، مش باستشوار، بيبقى مبلول بس ناشف بالفوطه، وتدهني بالماسك ده وتمشطيه بمشط عريض بحيث ان الماسك يخش بين شعرك كله. بعدين بتلفيه يا اما بوني بلاستيك او بال، انا عن نفسي بلفه بالبلاستيك فيلم اللي هو الورق البلاستيك الشفاف اللي بنحطه على الاكل، بتلف عليه الشعر يقعد ساعه ساعه ونص، وبعدين يتغسل بميه دافيه وشامبو، وهتدعولي عليه انا متاكده ان شاء الله. في ايه تاني اتسالنا عليه؟ صوص صوص المكرونه، مفيش اسهل من كده. صوص المكرونه كوبايتين كريمه بدوب فيهم على البارد، نص كوبايه شوربه كريمه مجففه، شوربه كريمه مشروم، كريمه فراخ، اي شوربه كريمه مجففه بدوبها في كوبايتين الكريمه واغليها غلوه على النار، بيتقل الصوص بيبقى طعمه يجنن. الحشوه اللي على الفراخ دي عباره عن بصل وتوم
وفلفل حراق وفلفل رومي وحتت فراخ ومشروم بيتحمروا كويس جدا. بعدين بتحطوا على المكرونه المسلوقه، بتحط الصوص عليها وتحط عليها جبنه موتزاريلا وتدخل تحت الشوايه لغايه ما تغلي صوص ويتحمر وشها وتبقى بالشكل ده. في فاضل ايه تاني؟ السلطه، الكحك. الكحك بالعجوه هنعمله، ما ينفعش، هو رمضان جاي بقى، كل سنه وانتم طيبين، وهنعمله هنعمله ان شاء الله. كحك الاساور، قلنا التوميه انت مش معايا، الشاورما سوري. ماشي، الشاورما هقول لك طريقه سهله جدا للشاورما بتبقى تجنن. اهم حاجه فيها ما تعمليش توليفه كتير، يعني اللحمه تكون بسيطه زي ما بتتعمل على السيخ بسيطه. يعني بجيب اللحمه متقطعه شاورما قبلها ب 24 ساعه، انقعها في خل. كيلو اللحمه بياخد نقول نص كوبايه خل كبيره او اكتر شويه، خلاص؟ الخل هو اللي بيدي طعم للشاورما، وهحط عليها معلقتين مليانين بهارات مشكله، معلقه البهارات مليانه على الاخر، ومعلقه فلفل ورشه حبهان، وبسيبهم 24 ساعه، وبحط معاها كمان بصلايه مبشوره بحيث تدوب ما تبانش. بعد ال 24 طب اكملها هكمل وصفه. بعد ال 24 ساعه بشيل الشاورما من التتبيله بتاعتها، هيبقى فيها ميه نازله، بسيب الميه دي ما برميهاش، واروح حاطه الشاورما في حله واقلبها، هتنزل ميه تاني، هشيل الميه التانيه اللي عليها دي احطها على الميه بتاعت التتبيله، وبعدين احط شويه سمنه على الشاورما واحمرها كويس جدا، تتحمر حلو قوي. بعد ما تتحمر هروح مرجعه الميه اللي بتاعت التتبيله والميه اللي نزلت منها عليها واسيبها تشربها بس. حط لها بعد كده بقى بصل وطماطم زي الشاورما العاديه وصوص الطحينه، هتطلع فظيعه. يا رب تكون حلقه النهارده عجبتكم والوصفات بتاعتنا كلها عجبتكم. لينا لقاء جاي ان شاء الله، اشوفكم على خير.